كتير 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 بيعني لي البحر، البحر بيعني لي عالم تاني. كتير بحب البحر وبريح، يعني إذا بمشي من حد البحر بسرح بصفن. حلو كتير البحر. البحر عالم تاني، بالطبيعة، بالحياة، بالحرية، بالعمل المستقل. إنه أنت لما بتشتغل بالبحر بتشتغل مستقل، لا محكوم ولا مين في من يقول لك ليش عملت هيك أو ليش عم تشتغل هيك، أو حرية. المشكلة والله سيارنا طلع سمك، أخذنا سمك، وإذا بتحب بقول لك على المبلغ، بقول لك بدي أخذنا سمك، أخذنا ب 805 ده صار عمري أول مرة باخذها رده. أيمتى ببلش العمل الفعلي؟ لما بترجع من الصيد، لتحضير الشبك، للتصليح، للتجهيز، للصيانة، هون ببلش الشغل العمل. السمك من زمان كان يعني بدك تقول أكثر من الأيام ب 100 مرة. كنا بالنهار نجيب أمطار أمطارين سمك. كان سلطان إبراهيم يجيب 10 15 كيلو بالنهار، هلا اليوم أنا جبت كيلو ونص سلطان إبراهيم. اليوم بمهنة الصيد عنطر زيته بمهنة الصيد اللي بيقدر يأمن قوت بيته. الحدث اللي غير لي حياتي إن أنا صرت أشتغل، شغلي هو اللي غير لي حياتي، يعني صار للأحسن. إنه زوجي بحري بتعرف البحري ما في لا شغل ولا شيء، إنه منيح إن أنجأ يقدر يعيش بيته وولاده يعني. والمرة بدها ما فيني أتطلع فيه، هو إنه عارفة إنه مش قادر يكمل يعني، أو إنه قادر يقدم مثل ما لازم. الكارت هو فادني كتير، وعملت مثل غرفة صغيرة بالبيت، انه ظبطتها وعملت جبت عدة الكوافيرة وصرت اشتغلها، حتى منتوجي وشغلي صار احسن من الاول. تحسن وضعي ماديا، يعني صرت مثلا تطلع مثلا نقول 50,000 صرت تطلع 100 بالشبك الجديد. قالوا وقتها انه بدي اعطوا كرود وبفوايد بسيطه. اخذت اخر الكرود من ADR، انا جبت شبك وحسنت وضع البحر عندي. مشروع الصيادين انا استفدت منه، ما استفدت منه للصيد، انا استفدت منه لبنات مشروع سياحي. نحن هلا فوق مدينه سور البحريه الأثرية اللي كان محاصرها الإسكندر. هيدي القلعة نتفرج على الأثارات البحرية، نتفرج على العمدان الضخمة، السور القديمة، السور اللي كانت فوق المي هلا صارت تحت المي، فينا نشوفها بالعين المجردة يعني. بمساعدة ADR أنا بشرت في قروض الميسرة لأكثر الصيادين اللي عم يستفيدوا منها.